أحييك وأحيي ضيوفك الأستاذ طه والدكتور حسين. حسن الكحلاني. نعم، يبدو في فارق في الصوت، يا ريت الشباب بس نضبطه أو يخفض صوت التلفزيون ويحاول يتصل مرة أخرى. فيما يقول فيما تبثه قناة العربية وقناة سهيل عن انضمام في ال عن انضمام للحرس الجمهوري انهم ابطال، وابطال القوات المسلحه وابطال الامن، وهم الذين يحمون الممتلكات. واقول لعبد المجيد الزنداني انه نحمله المسؤوليه عن كل واحد يقتل من افراد اليمن في ذمته، هو الذي كنا نفخر به ونعتز به، والان يحلل دم العساكر الابرياء، يقول دماهم حلال؟ هل هذا يعقل منه؟ ما توقعنا منه. ونقول لأولاد الأحمر النار ما تخرى إلا رماد. شكرا، شكرا جزيلا، شكرا جزيلا لك. أنا أطرح تساؤلات، الناس منفعلين من الموضوع، لأنه أمس أيضا أشرنا أن هناك أخبار تناقلتها بعض مواقع المواقع الإلكترونية وبعض المصادر أيضا عن وجود فتوى غير معلنة بقتل استباحة دماء الجنود وتحديدا الحرس الجمهورية، وهذا الموضوع خطير يعني. فالناس ما بتحملوش مثل هذه الأمور، خاصة عندما يأتي الأمر من إذا صحت المعلومات من شخصيات كان الناس يحترمها وكان الناس يقدرها في إطار مشروع الدولة اليمنية الحديثة، في إطار الوطن يتسع للجميع. لكن يبدو أن الأزمة الأخيرة أظهرت حقائق كثيرة صدمتنا فعلا، لكن إن شاء الله نتعلم منها ونواصل طريقنا إلى المستقبل. أنا أريد أن أطرح هذا التساؤل يعني على ضوء هذه